العراق كان من جملة الدول أو من أبرز الدول في العمل المصرفي، وهو اللي صدر الخبراء إلى الدول العربية الأخرى، وكان كثير من الخبراء في الدول العربية أو كثير من العاملين في المصارف في الدول العربية يجون يتدربون بالعراق. هذه مسألة واضحة والكل يعترفون بها، لأنه كانت بيئة العمل واضحة، ثقافة مصرفية موجودة ليس فقط عند المصارف وإنما عند العاملين أو زبائن المصارف وعند الصناعين والزراعين، كان ثقافة مصرفية موجودة. يعني شنو الثقافة المصرفية؟ التزام بالتعليمات، التزام بالقوانين، تسديد القروض بالوقت المحدد، كل هذه ثقافة مصرفية. زين. المسألة اللي مطروحة الآن من عام 2003 لحد الآن، خلي نحكيها بكل صراحة، البيئة المصرفية لم تكن بيئة مصرفية حقيقية وصحيحة. شلون يعني؟ لأنه المسألة أولاً كثير من الطفيليين على المصارف دخلوا على المصارف وصارت بيها بعض المصارف صار بيها فساد كبير جدا، ولذلك قسم المصارف وضعت تحت الوصاية. هذه المسألة صار بيها سرقات كبيرة جدا بعض المصارف مو كل المصارف. البيئة الأخرى اللي موجودة يعني الثقافة المصرفية ضعيفة لدى الجمهور بالذات، لدى الجمهور بالذات ثقافة مصرفية ضعيفة، ولذلك يراد توسع في الثقافة المصرفية. عندك المشكلة الأساسية أيضا البيئة السياسية الأمنية الاقتصادية كلها لا تستطيع أن توفر البيئة الأمنية لعمل المصارف. عندما نتكلم لا توفر البيئة الأمنية لعمل المصارف معناه أن هناك هجوم على الأموال المصارف بشكل غير مبرر.